بمشاركة وفود وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، دشنت وزارة الداخلية الاحتفالات بأسبوع المرور الخليجي الموحد 30 تحت شعار غايتنا سلامتك. وخلال الاحتفال كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبد الفتاح العلي عن انخفاض مستوى الحوادث المرورية والوفيات وفقا للإحصائيات الأخيرة، مؤكدا أن الفعالية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى مرتادي الطرق. بدأت فعاليات الاحتفالات بأسبوع المرور الخليجي الموحد 30 والذي تنظمه وزارة الداخلية تحت شعار غايتنا سلامتك في نادي ضباط الشرطة بمشاركة وفود وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الصدد اعتبر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبد الفتاح العلي تبادل الخبرات بين دول المجلس ساهم في تطوير الكثير من التقنيات وتطوير لقطاع المرور، كاشفا عن انخفاض مستوى الحوادث المرورية والوفيات. تم رفع مستوى الثقافة المرورية والأداء المروري على الطرق مما كان له أثر واضح على الكثير من الاستشعارات اللي احنا كنا وضعناها في الطرق، منها المخالفات اقل، منها الحوادث اقل، منها الوفيات اقل، منها اصدار الرخص اقل، منها التزام مرتادي الطرق في شوارع صعد الى اعلى مستوى. وتتضمن الفعالية المشتركة بين دول الخليج عروضا مرئية في غرف التحكم المرورية لاستعراض مؤشرات الحوادث ومستوى السرعة على الطرق السريعة. هناك شاشات عرض لغرفة العمليات وغرفة التحكم وإدارة الهندسة وقسم الكاميرات، بالأخص اللي حاب يستفسر بخصوص الكاميرات الجديدة اللي على طريق الشاليهات اللي هي بوينت تو بوينت. بالنسبة لسلطنة عمان تم خفض تقريبا حوالي 20% من الحوادث المرورية ما بين 2012-2013 ولله الحمد، وإن شاء الله نتأمل السنوات القادمة تكون أقل الحوادث المرورية. وعلى هامش الاحتفال قامت الوفود الخليجية بجولة تفقدية للشوارع والتقاطعات الرئيسية للتعرف على الحركة المرورية داخل البلاد.